طيب أي تقرير المال اللي بتقرير المال اللي بست شهور أوائل على الربع الثاني، هذا بيشمل الربع الأول ملخص لحد 30/6/2011 طبعاً هو بيشرح لنا شو في كمان استخدامات استفسارات. مساء الخير للجميع، احنا استعرضنا التقرير المالي في جلسة الإدارة وبحب أختصر يعني. بالنسبة للنتيجة للنصف سنوية التقرير المالي المجلس المحلي ل 30/6 كان في عنا عودف 76,000 شيكل. الفائض هذا هو إنه المدخولات كانت أكبر من المصروفات 76,000 شيكل. بنود الميزانية 2010 كانت 96,232,000 نصف لنصف السنة 48، يعني من ناحية إنه اليحص نص 48,116. في المدخولات كان عندنا 45,478,000 شيكل. بالنسبة للضريبة كان عندنا جباية أقل من المتوقع أو من المتكسب 1,235,000 شيكل. المي كان أقل 824,000 شيكل. أخلصات عتميات أكثر 102,000 شيكل. عتميات ربحاء أكثر 10,000 شيكل. عتميات أحير 347,000 شيكل. فبالنسبة للأخنصات عتميات كان عندنا النتيجة إنه المدخولات كانت أقل من المتوقع حسب التكتيب 1,600,000 شيكل. شو متوقع عمليا من الشيء النسبي؟ من التكتيب هو شيء متوقع يعني. مش اللي أنت تتوقع. بالنسبة للمدخولات من المكاتب الحكومية كيف انتم شايفين من وزارة النوب كان عندنا زيادة حسب من التكتير او المتوقع 1,189,000. من الربحاء اقل 188,000. عشان يكون واضح اللي بسوق رايم هذا بيكون اقل، اللي بسوق رايم هو اقل، اللي في بلوس هو يعني اكثر. معناه كيزون 1,185,000 شيكل. شرحنا ليش كان في زيادة، لانه التكتوف كان حسب طلبات لا حسب توصيات وزارة الداخلية انه التكتوف يكون 95% من المعناك لسنة 2010. وبنعرف انه بعد النضال اللي قامت فيه السلطات المحلية استطاعوا انهم يحصلوا على 400,000,000 شكل زيادة على المبلغ اللي كان مرصود لميزانيات هبات الموازنة. فهاي الزيادة توزعت على البلديات والمجالس المحلية حسب نصحات قديش. فكان عندنا زيادة في الميزانية في سنة 2011 بما يقارب 3,000,000 شكل. الميزانية اللي أقرت للمجلس المحلي في سنة 2011 تقريباً 21,000,000 شيكل، أو بشكل دقيق أكثر 20,700,000 شيكل. طبعاً من هاي الميزانية في ميزانية مشروطة اللي 15% ما يعادل 3,100,000 شيكل. فكان عندنا زيادة في هاي الفترة من الميزانية 1,185,000 شيكل. ولكن بشكل عام كان عندنا المدخولات في بنود المدخولات من المكاتب الحكومية أقل 1,621,000 شيكل. بالنسبة لمعناك الكسوي قرعون، هذا المعناك اللي احنا بالنسبة للمدخول هذا يعني الحكومة يعني المكاتب الحكومية ما وفوش اللي في الوقت تبعه يعني شو ما لا مش ما وفوه لا لا خلينا عشان ان شاء الله عامل موجود. احنا حكينا في لجنه الاداره عشان تشرح لنا نص سنه. هو انا الوحيد اللي بكتب اه صح
طلع نص سنة، نص سنة مش مفروض تكون مطابقة للنص سنة اللي بعد. في شغلات كيف بيقولوا الثمرة، التفاح عندك بيخلص في شهر 5 تخطفه، الزيتون في شهر 11 تخطفه شهر 11. في كثير شغلات بتتأخر، مش لأنه ما يعني محتاج تكون لما تمول غير هبة الموازنة اللي تقريبا ثابتة، مع إنه في زيادة السنة في شهر 8 زيادة في فرشين. باقي الأمور في شغلات بتحجزها ولا إجتك كلها في شهر 8 مثلا، شوف شهر 6 فيش مدخول منها شيء لشيلي. فالقضية عشان هيك التقرير الربع الثاني والربع الثالث بيكونش دقيق 100%، فجأة بيكون عندك مداخيل بتتأخر بسبب انها موسمية كيف بيقولوا. طيب المصاريف يعني كمان في نهاية المطاف بتفوت بتدخل مفروض بلد. مفروض انه احنا بنحاول طبعا احنا بنحاول نكون حتى اكثر من هيك، مثلا هبة الموازنة هذا المبلغ اللي حصلنا عليه اقل من اللي بيطلع لنا. يعني عندنا 20,700,000 هبة موازنة، احنا اخذنا بس 6 اشهر 8,548 اللي كانت فوقنا على الحساب. هسه الربع الثالث راح تشوف انه نحن صار معنا كذا اكبر بكثير، ففي شغلات موسمية. هذا انديكاتيا مش دقيق، يعني مش بتقدر تقسم السنة قسمين وتيجي تقول هذا مطابق لهذا، بالمرة يختلف. حتى المصاريف كمان في اختلافات، مثلا استقروا ليش انه في عودي في الحنوخ مثلا، في اخلصات اكثر من المتصور. كمان في الحين وقف عندك كتساءة كبيرة مثلا لكرات شنات يعني على عشية دخول السنة الدراسية، فالأمور ما بتعكس 100% نص سنة. في هون اشي تقني أكثر، بس هذا نعطيك مؤشر لشو الاتجاه. الاتجاه هو انه في توازن، في شغلات بعد صرنا الأكثر من اللي أخذناه من بعض المكاتب، في مصاريف تكبر في مصاريف تصغر. يعني بشكل عام هذا مؤشر، يعني ما نأخذه انه هذا تقليل سنوات، هذا مؤشر لاتجاه عام. يعني في هنا بند في المدخولات اللي هو تكوليم أحريم، اللي هو المعنات متنية، المعنات متنية حوالي 3 مليون شيكل، حوالي 3 مليون شيكل لسنة 2011. فلمن عملنا التكتسوف، انعمل التكتسوف على 2,590,000 شيكل على بناء انه المعنات بده يكون 95% من المعناك 2010. فالنص المعناك هو 1,295,000 شيكل. هذا المعناك المجلس المحلي بعده ما استلمه، بس حسب النتيجة اللي اليوم احنا شايفينها في نصف السنة، احنا بحق لنا انه ناخذ المعناك المتنية، لانه الجباية عندنا وصلت فوقية 80%، وهذا هو أحد الشروط الأساسية إنك تأخذ المعناك متنية. إحنا بعد ما أخذناش أول نص ولا أخذناش ما أخذناش مرة، نأخذ نصه بعد تقريب هذا التقرير. بعد هذا التقرير نأخذ النص المعناك متنية لسنة 2011 اللي هو تقريبا مليون ونص ألف شيكل. النص الثاني بتخش في 2012، 2010 بعد ما خدناش تبع 2010 النص الثاني، خدنا نص واحد في 2012 بعد ما تطلع التقرير المالي السنوي المدقق من قبل مراقب الحسابات الخارجي، وعاود تتصاتوا بعد بتحول لمسراد ابنين، ساعتها بحولوا لك النص الثاني تبع المعناك. من ناحية المصروفات احنا القدسة الكلاليت كانت 45,402,000 شيكل، طبعا حسب البنود اللي انتم شايفينها، قدسة صخار الكلالية 6,663 والى اخره. فتقريبا في المصروفات كان في مبلغ اقل من المتوكتساب 2,714,000 شيكل، وهذا اعطانا النتيجة النهائية اللي هي 76,000 شيكل فائض في هاي فترة نص سنة. قولي في الصيف انا حوت ارنونة شو تسقوي بس في الربعان الرابع؟ انا حوت ارنونة تسقوي في شو هذا؟ انا حوت بارنونة، انا حوت بارنونة الاكثر اللي انا حوت تقريبا بتنعطى للمواطنين في الست اشهر الاوائل، واللي هن بيطلع لهم اجوبه على الطلبات تبعتهم وبيجوا بيدفعوا. في بعض الطلبات اللي طلعت الاجوبه الجواب لهم وانبعث للمواطن طبعا بعد شهر 6، فمتوقع انه
حسب التكتيك النتيجه السنويه النهائيه تكون مقاربه للشيء اللي تكتسب بالميزانيه 4 مليون درهم 4 مليون درهم 150. في بند هون اللي احنا استلمنا هبه في ضمن تمويل خطه الاشفاق في هاي الفتره 1,318,000 شيكل من الاموال اللي رصدت المجلس المحلي لتمويل خطة الإشفاء. طبعا كمان اخذنا 1,000,000 شيكل مصادقة من المجلس المحلي ياخذ 1,000,000 شيكل هالفئام لأمد طويل كمان ضمن تمويل خطة الإشفاء. بالنسبة للجباية، الجباية كيف بنشوف انه هون بيعطينا الجباية المي والجباية من الضريبة. طبعا بتعرفوا انه المشروع المي بسنة 2011 انتقل لفيلي جاليل للتعبير، فما كانش عندنا جباية شتي، ما كان عندنا جباية من المتأخرة. فبداية السنة كان ديون المواطنين من المجلس المحلي 845,340,000 شيكل. عمودة أربعة. عمودة أربعة. كان في تصريح في حسابات مواطنين نتيجة لأغلاط 132,000 شيكل. زيادة ربيت. هاي المجلس المحلي. إحنا اشترينا وإحنا اللي بعنا. هاي المجلس المحلي. لا ده في كانوا يتعكشوا انه في الخزائن هم يجبوا يكون لهم، لا مش يكون لهم، انهم هم ياخذوا يجبوا مكان المجلس المحلي ياخذوا عماله، ياخذوا عمولي على الـ على كفيهمش اللي ركبوا احنا ما وافقناش شبانين. بالنسبه للضريبه جبينا كان كانت الديون 104,365 مليون شيكل بدايه السنه، حيوف النصف سنوي من اسف الحيوف الهتسمده والربيت 7,055,000 شيكل. شو من 273 تحتيه 104 273 هاي تكوني. تصليح كوني. تصليح على حسابات مواطنين اخطاء وشغلات من الشكل. ربيت وهتسمده زاد على الدين 7,055,000 شيكل. انا حوت 12,000 شيكل هاي انا حوت طورب. فالمبلغ اللي كان المفروض المجلس المحلي يجبيه من المتأخرات 111,136,000 شيكل. قدام قدام المجلس بأخذ ربيت على على الدين على الدين المي على دين الأبنون الأبنون هذا قانون يعني هذا احنا ماخذين التوب ولا حسب قانون ربيت في شهر شياط مقبيوت فيش بس بين لا لا فيش ربيت لا تسمى دار شياط مقبيوت 18% ربيت شناتيت. وطلبنا من الاخ وفيق الرئيس المشبتي للمجلس المحلي فحصلنا كمان الموضوع المجلس فيش عنده سمخوت ينزل الربيت؟ لا 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 قانون كلاسي كل واحد قاعد هون اي موافق اي عضو مجلس اي محامي اي واحد بيقدر يجيب لنا اشهور بطول توتالي تبع الربيوت جامعة ربتيلي بيكون مشهور جدا مش بتول كان في المجلس المحلي وصل العنيان لبقات في الزمالك كان سمخوت للمجلس المحلي انه يعمل اي كفوة 28/11/2008 بعد 4-5-6 ايام من الانتخابات كنا في دورة استكمالية في معليا خمشاء وكان هناك المنكر كان شو اسمه بار كان اري بار كان الوزير مين ما كانش كان شكلت قالوا انه خلال شهر احنا بنطلع خزير لهاجماشات قصه الخيوط بارنوت حتى ريتراكتيف. قلنا رجل الوزير ان كل رؤساء المدارس اللي كانوا سابقا واللي كانوا هم المنتخبين حتى اللي كانوا تجربة كلهم وقفوا قالوا يا عمي انطونا مجال انه نشجع المواطن يجي يدفع نزحلوا الربيت او نخفف الربيت.
ما طلعش لا حوزير ولا شيء، وصارت الانتخابات طلع حكومة جديدة، والوزير الحالي عدة مرات وعد، المكان السابق وعد، قال عجل هذيك مرة وعد، نفدوت نري كذا وكذا لحد اليوم. بقول لك إذا منطيش منت أنا كل البلاد مش لقرية أو لمدينة دون الأرض. في كتريوت عليها هاي ولا بس؟ طبعا طبعا حكي. أنا في عندي كذا مكتوب لهذا الموضوع، أعطوا مجال سنتين زمان مش خلال شهرين وثلاثة، إنه اللي بيدفع المبالغ اللي عليه مع فائدة قليلة مش 18%، إنه بتعطوه بتخلوه يعني يدفع قليل فائدة. هاي الطريقة الوحيدة يا أخي، بلاش ما يكون بلا فائدة شيء لا، ما على الأقل أعطيه مجال لله يمكن. كان في سنتين مش هذا بدأ قرار من أعلى سنة، كان في مفتاح في مصر مش سنتين لا، أول ست أشهر أقر مبتزع لفترة 6 أشهر، وبعدين عمل له تجديد لأخرى 6 أشهر. هذا قلت أنا طلعت التكنولوجيا، أحد الناس اللي بعثوا لهم اللي بيقول في وزارة الداخلية على الموضوع، لأن ما مشوا حسب أي تكنولوجيا. مش عارف، دورنا في جوجل، طلعت في جوجل بتشوف تكنولوجيا كذا أو شو، مش مفتزع. شو قالوا؟ إنه في شهر في شهر 2/2001 قال بدا من 1/3 او ممكن مش غلطان، اول 3 قال من 16/3 ل 1/6 اللي بيدفع الكيرن، اللي بيدفع اللي عليه كل اللي عليه بنزل له 35% من قيمه الدين تبعه مع الربيت. يعني مريم عنده مليون شيكل مع الربيت، بيدفع 650,000 شيكل خلال 3 أشهر، ما بيقعدش عليه شيء بشيء، يعني طول يعني هديه بقيمه 35% من قيمه دينه الشامل. اللي بده يقسط بده يدفع النص بس، وبده يدفع قصة الباقي من 1/6 لحد 31/12 من نفس السنة، يعني كمان بده يقصوا 3 أشهر، بيطلع عليك بيطلع له تنزيل 25% مش 35%. يعني في كان نسبة تنزيل، وفي آليتين أو ثلاثة مش متذكر بالضبط، إنه يا خلال شهرين ونص 3 أشهر بسد كل الدين بعد التنزيل طبعا 35%، إذا لقى بيظل بس 25% وانتهى مفعول هاي التقنعة في فترتها، ما عاد في إمكانية. على فكرة اللي ما عملت الإصدار خلال 3 أشهر بطل يقدر يعمل الإصدار. في بعض المجالس ومنها الإنظار تجاوزوا النسب وتجاوزوا الفترة، وعشان هيك في استفسارات في الداخل ليش تعملوا هيك؟ مش مفتزع هذا، كان في تخفيض مؤقت اللي أغلبية الناس ما بتقدرش. بس إذا بتحكي في شغلة ثانية، أنا بعد المكتوب اللي بعثه كان الممنع المخوز بعث لرئيس المجلس أبو منير بالزمانات أني نتين لك الشروط اللي على الصوت شو اسمه ماش بتنسكوت سعدين سرعتيين لبيات حبوب. بس ابو منير والاداره في وقتها شعر وقانون شركة الاستراتيوتي مثلا شو بعرف؟ يطلع من الشير وعمل دخان في النص الشرعي هاي تسرق.